يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتورك الإمام في صلاة القصر إذا كان مسافرا؟ الجلوس الذي يعقبه السلام يتورك فيه، أما الجلوس الذي لا يعقبه سلام وهو التشهد الأول فهذا يفترش فيه ولا يتورك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر بعض العلماء يقول لا، الصلاة اللي فيها التي فيها جلستان في الأول يتورك، في الأول يفترش وفي الثاني يتورك، أما الصلاة التي ليس فيها إلا جلسة واحدة فهذه يفترش فيها ولا يتورك، رأيان لأهل العلم، وراجعوا كلام ابن القيم في زاد المعاد. نعم.